ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني بولا رمضان ده مبراب ان شاء الله من ينبت رمضان. الله سبحانه وتعالى من جدي كان رمضان إني شهر القران. الله سبحانه وتعالى دس سبل "شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" شهر رمضان الذي انزل فيه القران. الله سبحانه وتعالى turunkan Al-Quran secara uh, peringkat mengikut sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Al-Quran telah di, 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 di apa ni diturunkan secara lengkap adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Sebab tu ikhwani uh, bulan Ramadhan adalah bulan yani dipanggil Syahrul Al-Quran. Peluang kita untuk kita belajar dan ngaji تدبر القران. اخواني بلوان بالين بصا اسكارني بلوان القران دنفهم اياتيه. الله سبحانه وتعالى منجد كان تدبر القران انطر بكارين بالين بونتين. الله سبحانه وتعالى سب ولقد صرفنا في هذا القران ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل. التصريف الله سبحانه وتعالى كان. الله سبحانه وتعالى كتب ولقد صرفنا ده الإسراء ولقد صرفنا في هذا القر ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن أنتم أنوسي ومهامي الله ممودها القرآن الله سبحانه وتعالى من جدك القرآن Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al Quran dengan bahasa yang sangat simple, bahasa yang mudah, bahasa yang zahir, bukan bahasa batin. Walaqad sarrafna lillaa si fi hada Al Quran min kulli mithal. Setiap perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam Quran supaya kita faham, supaya kita tadabur, supaya kita menghayati سبايا كتاب من إنده كان رسائل القرآن سبحان الله الله سبحانه وتعالى كتب ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُّدَّكِرٍ ولا قد يسرنا القرآن للذكر الله سبحانه وتعالى يسرنا الله من كان القرآن أنتوا كتب تدبر أنتوا ممهمي أنتوا كتب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الله كان بيت الله القرآن ولقد يسرنا التيسير قرآن بكان سوسه اخواني قرآن بكان سوسه ولقد يسرنا القرآن للذكر وانتم تدبر وانتم بنجران فهل من مدكر؟ الله ثاني ادت اغير تدبر؟ اخواني تبدا ادت افهم القرآن Tidak ada alasan. Jangan berdalih. Oh, ah tak leh ngaji Quran. Kita tak leh faham Quran secara literal. Nak? Tidak. Memang Al-Quran diturunkan secara literal untuk dimahami. Kecuali golongan Syiah Rafidah dan ahli Bid'ah wal Ahwa, ahli batunia. Mereka inilah yang nak kita tak ngaji Al-Quran supaya kita tak akan dapat hidayah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata, "Inna hadzal quran yahdi lillati hiya aqwam." إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي قرآن ini sebenarnya menjadi sebab utama kita dapat hidayah daripada Allah. Alhidayah min Allah tapi Quran jadi sumber. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ Al-Quran bagi berita baik Berita pasal syurga Berita pasal bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang tercipta Semua berita yang terbaik Kisah para Nabi Perjuangan Nabi 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 Hud Nabi Nuh AS sebelum ni Bagaimana musliha Iblis Semua Akidah yang mantap dalam Al-Quran Semua ikhwani سمعتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان هذا القران مأدبة الله ان هذا القران كتب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان هذا القران مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم اني له جموان الله الله سبحانه وتعالى بوك جموان انتو كنتو امبي اوكي هاريني نبات سوره هود تدبر حياتي لها اياني حياتي لها سوره أبي الله جيتك اكو دنا القران سبا الله بركه دنا اكو الله سبحانه وتعالى يعني سوره الاسراء دنا اية لقي "ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا" التذكر التدبر الفهم من حياتي "ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا" tapi fa aba wama yaziduhum illa nufura tapi ada golongan dia tak boleh baca al-Quran Al Quran menyebabkan dia lari siapa Ahlul ahli bidah wal ahwa ahli bidah popok jahmiyah popok mu'tazilah sebab mereka bila baca al-Quran mereka celaru tapi kita ahli sunnah orang yang betul percaya al-Quran kita tak akan celaru insya-Allah kita beriman sebab Allah subhanahu wa ta'ala kata Aman al-rasul bima unzila ilaihi min rabbih Aman rasul Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran Kita beriman Kita percaya Kita 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 taat Kita, kita uh, akur Kita tak akan berdalih Kita tak akan baca Al-Quran kemudian apa yang sesuai dalam otak kita kita terima. Apa yang tak sesuai kita tolak. Tak, kita bukan macam Mu'tazilah ataupun Jahmiyah ataupun kuncu mereka. Tak, Kita ان شاء الله اخواني كتابات القران كتاب تدبر كتب كتاب الايمان ترس سبحان الله سبحانه وتعالى ده كتاب سوره البقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وغنبر بالإيمان بلا بهجة القرآن تررس دي يقين تررس دي برتشاي ييتو لك الله يتو لك بالنار تابي وأما الذين كفروا أو كافر أو غن أهل البدع والأهواء بلكي أكمل سؤال ايه كلام الله بقي طبعا جانب بالسؤال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا أدعو ماكينج القرآن ما كان يجلس صح Kasihan dia, Ahlul Bida'ah. Dia bila datang ayat Al-Quran, dia terus jadi keliru. Terus dia jadi gelabah. E, eh, ayat Al-Quran ni, subhanallah. Tak, kita sepatutnya baca Al-Quran, dapat hidayah. Dapat hidayah bila kita terdebur. Tapi paling penting, percaya dan yakin. Jangan mempersoalkan Al-Quran. Jangan. Sebab itu kata Abdullah Mas'ud, رضي الله عنه وأرضاه إن هذا القرآن مأدبة الله قرآن إني الله باقي جموان فخذوا منه ما استطعتم أنبئ له أنكم أنبئ تبي تدبر فهم فإني لا أعلم شيئا أصف أه فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء لكي أكون تأبرنا جوب الرومة ينبلن قصن ورومة ينرصى ينتهوني روما اني القران. فاني لا اعلم شيئا اصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء. اقو تاتاهو اصفر من خير من بيت. تبقى ينقصون تبقى ينقصون روقي ادله روما هي القران. اوغن دله روما هني تاباتشي القران. سمعت كتى كتى عبد الله بن مسعود وان القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن فيه كتب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء هَتِي ينتدى بإيسي سبرا أي أي القرآن لا سنت أدى أي القرآن دلم هاتي كخراب البيت وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب هاتي yang langsung tidak ada sebarang ayat-ayat Al-Quran dalam hati itu, maka hati itu kharib, rosak. Ka kharabil bait alladhi la sakin fi, seperti rumah yang tak ada penghuni. Cuba tengok rumah penghuni dia tak ada. Tak duduk. Kita tengok banyak kotor, cicak, tahi cicak, kita tengok banyak sarang labah sebab tak baca Al-Quran. Maka hati ini rosak. Dan ada satu hadis juga hadis uh, hadith, uh Rasul an Ibn Abbas wa huwa حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في, في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أغاني لك ين دلم هاتي دي دلم تبه تعد لانسون أي القرآن تفهم القرآن تأبرنا تدبر القرآن كالبيت الخرب سبرتي روما ين رصأ روما ين دي تنقال روما ين بوسو، روما ين تعد سمعتوا إخواني قال عبد الله مسعود تعلموا القرآن تعلموا القرآن بلاجاء القرآن بو كان هاني باتي قص باتي إن شاء الله دا بابها له تبي لبه بيت تدبر ما مهامي أيه ديا بيان كان جن فهم القرآن جن يا الله سبحانه وتعالى سبوا قصة مريكة دلهم صورة الجن دلهم صورة الأحقاف "وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا" الله سبحانه وتعالى كتب كامي تلا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، كامي إن وهي محمد أبابيل كامي أُتُسْكَانَ kepada engkau sarafna ilaik nafaran bibarapo beberapa ekor jin wa iz sarafna ilaik nafaran min al jin yastami'un al qur'an falamma hadaruhu qalu ansit bil jin datang mereka pesan di kalangan mereka bila mereka ada di depan rasulullah dan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baca al qur'an mereka pesan, "Ang dengar." Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya ila qaumihim munzirin. Bila mereka balik, setiap se seekor jin balik kepada kaum dia, dia faham al-Quran, terus balik dalam keadaan bawa berita yang menakutkan. Wallaw ila qaumihim. Setiap seekor jin balik kepada kaum dia masing-masing. Sampaikan berita yang menakutkan. Apa yang dia faham dalam Quran, dia sampaikan. Sebab tu ikhwan ini dalil. Bukti bahawa senyap Al-Quran sepatutnya kita faham. Ambil tak, tak apa. Ustaz, saya nak habiskan khatam Al-Quran. Tak apa, comel. Tapi, cubalah. Ustaz, salah ke? Salah ke kalau aku baca Al-Quran sehari 10, muka, 10 ayat? Tak tak salah. Cantik. Setiap hari peruntukkan 10 ayat. Baca ayat ni lepas tu terdabur maksud dia. Dapat pahala? Dapat pahala. سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الامام ابو داود بسند صحيح. حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل و تهاري بر من برجب من جبوا جبوا كامي. قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهروين بغير إثم ولا قطيعة رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني صحابة سبوا كلاما كامو سبوا كلاما كامو بوليه من منكم يحب أن يغدو إلى بطحان بطحاني بسر بسران أنتو جوا beli أنتو dan lembu كامبين pasaran untuk jual binatang ternakan. Nama dia Buthan atau Al-Aqiq. Rasulullah tanya, siapa di kalangan kamu nak pergi ke Buthan? Fa uh, uh, uh yani yati atau ya'khudh naqatayn kawma wain. Dapat bawa balik pergi pasar? Dapat bawa balik dua ekor unta besar kawma wain, yani unta yang bungul dia besar. Ya warna dia comel, zahrawain, warna dia merah, tak ada masalah, tak ada kurap. Unta yang cantik min ghairi ism dapat dua ekor unta cantik sihat tanpa buat dosa atau qati'ati rahim ataupun dia putuskan uh, hubungan ataupun tak buat dosa sahabat kata kulluna ya rasulullah semua kami teringin kalau boleh kami uh, pergi kat pasar dapat balik dua ekor unta tanpa uh, menyebabkan berlaku qati'a putuskan satu rahim siapa nak rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat man minkum yuhibbu an yagdu ila buthan fa yarji' bi boleh bawa balik dua ekor unta kaumawaini zahrawain dua ekor unta busa chome tanpa buat dosa tak curi maksudnya tak menyebabkan orang marah sebab biasa oh. biasa kalau orang pergi pasar mesti akan sumpah mesti buat dosa pasar biasa qalu kulluna ya rasulullah sahabat kata kami semua rasulullah nak qal la in yaghdu ahadukum ila al masjid فيتعلم آيتين من كتاب الله فيتعلم لئن لا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين زهروين رسول الله صلى الله عليه وسلم باللتين تنقل صحابة دا فهم بتابع دوئك أنت رسول الله كتب لبه باي بقي كمسجد كلاو سؤال دي كلام كامو بقي كمسجد بلاجا دوا القرآن fayata'allama ayatain min kitabillah lebih baik belajar dua ayat daripada Quran khairul lahu min naqatain kaumawain lebih baik pergi masjid belajar dua ayat al-Quran lebih baik daripada bawa balik dua ekor unta yang cantik yang besar wa in thalathun fa thalath kalau katakan dapat bawa bawa balik uh, kalau dapat pergi masjid belajar tiga ayat tiga tiga ayat saja belajar faham tadabbur menghayati Faham halal dan haram Lebih baik daripada bawa balik tiga ikut unta yang cantik Tengok Rasulullah kata Faya ta'allam Sebab tu Rasulullah SAW Kata Khairukum 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 خيركم من تعلم al quran وعلمه. Sebaik-baik kamu Yang belajar Al-Quran Apa maksudnya belajar? Yaqra'uhu haqqa tilawati Baca betul Makhraj dia Berhenti kat mana Sambung kat mana Kemudian Belajar Maksud ayat Faham. Walaupun kita tak akan hafal Al-Quran, melainkan kita faham maksud dia. Kemudian, kelazatan, keindahan, dan untuk mencapai matlamat, mengagungkan Al-Quran, dan menghayati Al-Quran, tak akan kita dapat, dan tak akan capai matlamat ini, melainkan kita faham apa yang kita baca. Sebab itu Allah Subhanahu dan insyaAllah kita akan capai satu, kita panggil, uh, uh, kita panggil, uh, uh, apa kita panggil, menghayati ayat Al-Quran kita boleh capai bila faham apa yang kita baca dan kita akan merasai kelebihan Al-Quran dan boleh menitis air mata sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Ra'd surah Ar-Ra'd walau anna Qur'ana suyirat bihi al-jibal aw quti'at bihi al-ard walau anna Qur'ana suyirat bihi al-jibal surah Ar-Ra'd Al saya tak pasti ayat berapa ikhwan boleh cari دمبولي سايك سيسي لا ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو ان قرانا سيرت به الجبال بارك الله فيك أخي مجاهد أي أتيك بساته جزاك الله خير ولو أن قرآنا سيرت به الجبال كلو له يعني دي, دي بان الجواب والشرط. أيأني دي جواب سديري أي ولو أن قرآنا كلو له قرآن سبتي قرآن إني يا يا نبي محمد بوا كلو له أدى كتاب كلو له أدى كتاب ين كلو له أدى كتاب ين بوله من يبقى كان بكاو برجلان Kalaulah ada kitab yang menyebabkan bumi terputus, walau Quranan al Qur'anan suirat bihi al atau qut'at bihi al-ard, bumi akan runtuh, bumi akan terkoyak, bumi akan uh, apa ni kita panggil qut'at, terputus. Atau kullima bihi al-mauta, ataupun Quran yang menyebabkan orang mati boleh hidup semula. Kalau hmm? أتبون أغمات أُغْمَتِي يعني أو كل ما به الموتى يعني من يبب كان أغن يماتي هاتي دي ماتي بولي هدوء بالي هاتي دي كلاو أدى أدى لها القرآن كَلَوْ لها أدى كتاب ينبولي من يبب كان سمو من دعيني كلاو أدى ما كَدِيرَهَا القرآن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض atau kulima bih almaut kalaulah ada kitab yang boleh menyebabkan bumi terputus bukit-bukau runtuh dan berjalan hancur dan orang mati boleh bangkit balik contoh eh maka kitab itu adalah al-Quran kesan dia kerana Allah Subhanahu wa taala kata "Lau anzala hadha al-Quran ala jabal لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم لعلهم يتذكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كلو قرآن إني ترى أنت ستبكي لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كلو بكي بولي رنت بولي رت بولي رنت بولي بكي إني كلو قرآن ترون كرنا القرآن بكي باتوني بولي فهم خشوع كرنا القرآن كلو ما أوسيس كان يهتدي دي كراس تأبرنا فهم القرآن له مسألة باتش القرآن تبي باتش هانيا لا يتجاوز تراقيهم باهي

كان عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب لك للاكي ينتدى أدس لانسون سبرا آية القرآن تأبرنا تدبر تأبرنا خشوع سبرت أه فازددنا فز به إيمانا أيوة إخواني القرآن بولي إيمان نعم إني حديث حديث جندب ابن عبد الله جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه حديث نعم جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة كامي برسام رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك كامي مدة جندب ابن عبد الله البجلي أنت الصحابة يا مدة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن الصحابه اسمعني ينكرب بها مريكه مريكه ديديدي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتو ايمان مريكه كوح كيكن المريكه ترحاب الله للرسول كوح كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان حزاوره حزاوره يعني مو شيء فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران كان بيبلاجا ايمان كان بيبرا ايمان كبدا الله للرسول سبلون كان بيبلاجا القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا كمدين كان مين بلاجي القران. ما كايمان، مين رواه الامام هذا الحديث يا الله ابليكاسي مين ايمان سوسه، تاسب كتاب ابرو. طيب. جم. اوكي، هابس اخواني، مين كلها ياس باتونيس كجاب. طيب. ان شاء الله اخواني دي ولا رمضان ست ابهاري سيء كامبوات، تدبر القران لما بلا مني، لب صلاه التراويح. ان شاء الله نانتي كان سعيد ان شاء الله. طيب هذا الحديث رواه يا الله ليش؟ سوسه هنا تخريج. <applause> رواه الدارمي م? ليش؟ لا بس طيب مشاركة الحديث سي... سيكونسي إن شاء الله ها تشكيل بخور ملا سبعين سبعين تجيب له اه طيب ثواني 70 ستو 70 تجيبوا له طيب كده ان شاء الله كونسي حديث اني إيه ابن ماجه رواه ابن ماجه نعم رواه ابن ماجه سمعتوا اخواني تعلموا القران ان شاء الله تعلموا القران واقرؤوه ايه كات جندب ابن عبد الله البجلي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة كامي أدى برسام رسول الله صلى الله عليه وسلم كامي بدأ مدى فتعلمنا الإيمان كامي, آه كامي بلاجة الإيمان آه نعم الراوي السند نعم فتعلمنا الإيمان ثم ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا مقصود يا صحابة

فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. ايتوا لهم نجو كان بلا ترون اي القران او منافق دي تانيا سابو دي كلام كامو بلا اي ترون ايمان الله الله جواب فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون القران اي اي القران kalau kita tadabbur dan menghayati dan memahami akan menyebabkan keimanan kita dalam hati iman kita akan meningkat iman dan khusyuk kita dan keyakinan kita kepada Allah makin meningkat dan insya-Allah al-Quran sebab hidayah sebab hidayah sebab iman meningkat tapi kena belajar dan tadabbur ter ayat dia dan memahami insya-Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamualaikum warahmatullahi